بالنسبه لي صلاح محسن يعني استبعاد صلاح بالنسبه لي مش مفاجاه كبيره. معلش يا جماعه، عايزين ناكد هذه الاخبار ليست اخبار رسميه، يعني اللي احنا بنتكلم عليهم ان هم مستبعدين او منضمين للقائمه، هذه الاخبار او القائمه دي مش رسميه، دي زي ما قلنا بناء على تسريبات لاحد المصادر بتاعتنا اللي رقم 10. اتفضل. هي المشكله كلها مش فكره استبعاد اللعيب هي اللي هتاثر في الفتره الحاليه، لا هي هتاثر عليه فيما بعد. هو خلاص اللعيب ده فقد الثقه تماما وبقى على يقين تام اللي هو خارج حسابات المدير الفني، فبالتالي هو هيبقى طول الوقت بيبحث اللي هو ازاي امشي بقى او ازاي انا ادور على عرض تاني. صلاح محسن ما ساعدش نفسه في النادي الاهلي، ما استغلش الفرص اللي كانت موجوده، ما استغلش سوء الحاله اللي ظهر عليها. بس كولر بيحبه. ما الحب مش كل حاجه في كره القدم، انت بتحبني بس انت ما بتحبش نفسك، ما بتستغلش الفرصه اللي انت خدتها. صلاح محسن جاب جون عادي جدا في ماتش فافوريكا، بيعمل حركات غريبه جدا، ده بيدل على العقليه اللي بيتميز بيها اللاعب او بتدل على سلوك اللاعب ذات نفسه. انت ذات نفسك عندك انتوني موديست اللي هو عليه مشاكل كتير جدا واللي هو ما اقنعش كل متابعين القلعه الحمراء وعشاق القلعه الحمراء، ما اقنعش كمان المدير الفني ذات نفسه، ما استغلتش سوء الحاله الفنيه الموديست وما حجزتش مكان اساسي في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي في ظل غياب قاربة لمده 6 مباريات على المباريات المحليه وسوء اداء موديست، انت ما حجزتش مكان اساسي في تشكيل الاهلي، فبالتالي لا تلوم الا نفسك. ما طب ممكن اسال برضو سؤال بلسان جمهور الاهلي، طب ما هو انا ما حجزتش مقعد ليا اساسي في هجوم النادي الاهلي وكذلك فعل موديست، اشمعنى انا اسف يعني اشمعنى ياخد مودست وما ياخد ويركن صلاح محسن؟ ليه صلاح محسن تم ركنه؟ ليه صلاح محسن وليه خد مودست؟ مودست عشان خاطر هو متعرض لضغوط كتير جدا ككولر، فهو خدها من فكره اللي هو ايه، دي اخر فرصه واخر تقييم بالنسبه لمودست اللي هو في فكره كاس العالم للانديه، لكن كولر استقر بشكل كبير جدا ان صلاح محسن مش هيبقى موجود معاه في الفتره اللي جايه، فبالتالي لازم يبقى يدي المساحه التقييميه لمودست قبل ما يحكم عليه حكم نهائي سواء بالاستمرار مع النادي الاهلي او بالرحيل. لكن صلاح محسن اعتقد اللي هو بشكل كبير جدا خارج حسابات كولر، خاصه ان هو ما ساعدش نفسه زي ما احنا قلنا، ما استغلش الفرصه اللي هي كانت موجوده بالنسبه له. هيقولوا لي ايه الفرصه اللي كانت موجوده؟ الفرصه اللي كانت موجوده غياب كهربا عن المشاركه في المباراه المحليه لعدد كبير جدا ل6 ماتشات متتاليه بسبب الايقاف اللي كان متعرض له، وكمان سوء الحاله الفنيه لموديست انت كصلاح ما استغلتش ده.